من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا المساء، سباقي تمهيدي المرموم لسن اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. مباشرة نسير مع هذا الشوط وهو الشوط السادس، يحمل بكار مهجنات أصايل مباشرة مع المقدمة. أرى الآن على مقدمة هذا الشوط مناعة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، في المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث طماعة، طماعة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز الرابع فريدة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. ناخذ اللي في الخامس، وفي المركز الخامس اليازي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مريب الطلحين. في المركز السادس، المركز السادس زايد بن سيب بن محمد النهيان بقيادة مضمر حمد بن حميد اليديلي. وفي المركز السابع من الجانب الثاني أرى شعار سمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم في المركز السابع في هذه اللحظات. وفي المركز ناخذ اللي في المركز الثامن، المركز الثامن بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايدوم بقيادة مضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز التاسع مقصصة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النيان بقيادة مضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر النايفة لهجن الرياسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، مناعة على مقدمة هذا الشوط لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة منذ البداية وحتى هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني طماعة، في المركز الثاني بقيادة مر غياث الهلالي. المركز الثالث النايفة وصلت، النايفة غيرت من المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. فريدة في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز السادس مقصصة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة مضمر أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي. وفي المركز السابع جود، في المركز السابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة مضمر محمد بن مجارح المري. وفي المركز التاسع، المركز التاسع دولة لهجن الرياسة بقيادة مضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الشيخ زايد بالمر بن المجتوم بقيادة مضمر ومئتين ما تبقى عن خط النهاية. وقناعة ولا مناعة؟ مناعة، مناعة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهي مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة. ها هي مناعة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مناعة على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني النايفة لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الثالث، المركز الثاني مع لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. نرجع المقدمة، نرجع إلى مناعة، مناعة على مقدمة هذا الشوط. النايفة قادمة، النايفة قادمة إلى مقدمة هذا الشوط. النقطة السادسة لهجن الرياسة بهذا الشعار، الشعار الخطر، مر وعبر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، شعار مؤسسة هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط مع النايفة، نايفة وهي نايفة
نايفة وقدرها عالي وأداها عالي مميز أداها. ها هي النايفة لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري، تقترب من المنصة الرئيسية، تقترب من خط النهاية. سلام سلام عليك يا مؤسسة هجن الرياسة على هذا الأداء المتميز. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الثاني مناعة لهجن العاصفة، وفي المركز الثالث دولة لهجن الرياسة، المركز الرابع جود لسعادة الشيخ العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، المركز الخامس طماعة لهجن العاصفة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول النايفة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت الأربعة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل مار، وهي محققة النقطة السادسة لمؤسسة هجن الرياسة وللمضمر المجازة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في 5:56.9 من الثانية. تهانينا، والناموس والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف مناعة ساعة وصولها إلى المركز الثاني في زمن وغدرة. ناخذ توقيت مناعة ساعة وصولها إلى خط النهاية. ها هي مناعة 6:05.3 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا الغياث الهلالي والذي وصلت في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث. ها هي دولة 6:06.6 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تهانينا للجميع والناموس. الإثارة متواصلة والتحدي هنا.